أعرفكم بنفسي أخوكم مشعل السفياني، نرحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم في المزرعة المتواضعة هذه، وإن شاء الله بإذن الله راح تقضون معنا أحلى ساعتين إن شاء الله بإذن الله. تتعايش مع الطبيعة والأجواء الحلوة، وعندنا الورد الطائفي، وعندنا أشجار موسمية، وعندنا بالإضافة للطبيعة الخلابة عندنا الجبل هذا كله مكسي بأشجار العرعر وأشجار العتب والكثير من الأشجار اللي تنبت في ايش نوع البخور؟ البخور مبثوث الورد الطائفي. يا سلام عليك. طبعا اضفنا عليه بعض العطورات وبعض الاطياب. متابعين طيب. دهن يطلع في الخلف. انتم ممكن مرتم على معامل. نعم. ايوه. نفس الطريقة. نعم نفس الطريقة. بنفس الطريقة. هذا نموذج للزوار اللي ما قد شافوا طريقة صنع الورد الطائفي. أيكم احنا دحين راح نمر مع وسط حقوق الورد الطائفي. واسمنا ممر السعادة. يا سلام. يا أيوة. والله يحييك. سعيد. الحقل الورد رقم واحد اول شجره ما شاء الله تبارك. ايوه في المزرعه كامله عندنا اكثر من 3000 شجره. والله الحمد لله والحمد لله. هذا الابيض فرنسي ابيض جامبو كبير طبعا ما شاء الله من افضل الارض وفيها اصل مصري وكويسه وما شاء الله انتاجها طيب ما شاء الله. انتجت لنا عجلين، انتجت لنا هذه البقره ما شاء الله هذه بنتها، وهذا العجل ولد هذه الألمانية ما شاء الله. ما شاء الله هذه ألمانية، هذه ألمانية والثانية بريطانية، وهذه بريطانية ما شاء الله. شاهد الحلبة البقرة وقبل الحليب معاهم هم بقى وجمعوا الدين. طبعا هذا غسيل كله في ألف شكلة حكمة. ايوه يعني العنب ترى أكثر شجرة حساسة للأمراض ومن الفطريات حتى البشر. ايوه لا انا بقول لك حتى الحلتيت انا بقول أيوة. يعني هذه اشياء عضويه طبيعية. يعني تعالج فيها التربه صح. تعالج فيها بحيث انك اذا انت تبغى تشتغل زراعه عضويه 100 يعني صرنا نطلع الغنم منها عرفت صار السمن والعسل نظبط فيه ما شاء الله الشاي والقهوه خبزة الملة الطائفية ما شاء الله تبارك الله يسعد ايامك واحنا كذلك ان شاء الله نشوفك في جيزان يا ابو انس ان شاء الله والله بالعكس لي الشرف اني انا احب جيزان ليش ما نقول المدينة والمدينة المنورة يا مشعل السفياني على الاستقبال وبيض الله وجه فرقة
مربط العزة. مربط العز للتعشير. حياكم الله وجيه. أهلا وسهلا. والنعم. كفو ما قصرتوا. ألف 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 شكرا لكم.